هذه شجرة عائلتي. هذا جدي من جهة والدي واسمه نور الدين، وهذه جدتي من جهة والدي واسمها جلزار، وهذه جدتي من جهة والدتي واسمها فرزانة، وهذا جدي من جهة والدتي واسمه صدر الدين. من جدتي وجدي من جهة والدتي سليمة، وأختها سليمة كمان، ومن جدي وجدتي من جهة والدي أمين، وأخو رفيق. من والدي أمين ووالدتي سليمة أنا قريب، ومن خالتي وزوجها سامي ابن خالتي شعواز، وعمره 22 سنة، وبنت خالتي شيزة، ومن عمي رفيق وزوجته روزي ابن عمي ريان، وعمره 18 سنة، وبنت عمي مشكا. وهذه شجرة عائلتي.